مرحبا جميعا، جاسر مصطفى وجي توكس ونومور وعملية تصحيح النظر بالليزر. خلينا نبلش. بعد ما عملت عملية تصحيح النظر بالليزر وبطلت ألبس النظارة، قلت لكم احكوا لي مين أحلى، النظارة ولا بدون؟ ماشي؟ صارت تجيني أسئلة كثير عن إيش طبيعة العملية، شو الخطوات اللي مريت فيها بالعملية، وشو تفاصيل هذه العملية اللي أنت قاعد أو اللي أنت أوريدي عملتها. في هذا الفيديو راح أحكي لك كل التفاصيل اللي أنت محتاج إنك أنت تعرفها عن إجراءات وخطوات تصحيح النظر بالليزر، بس مش تكنيكلي، راح أحكي لك عن الأشياء اللي أنا مريت فيها بالعملية، لأن أنا عملت هذه العملية جديد بشهر 6 ب 2021. فخلينا نبلش بشكل مباشر. أول شيء عملته أنه أنا نزلت على الأردن ب1/6/2021، رفعت تلفون على صديقي بيشتغل في مركز في الأردن للعيون، متخصص للعيون، اسمه بهاء صبيح، صاحبي مش مركز العيون. المهم قال له مرحب بهاء، كيف حالك حبيبي؟ أنا حابب أن أعمل عملية تصحيح النظر، تنصحني فيها ولا لا؟ وشو إجراءاتها؟ وشو بلا 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 وشو بلا بلا بلا. أول سؤالين ثلاث، أو أول مرة بتحكي أنت في الموضوع تكون فاهم شو اللي قاعد تسأل عنه، فحتسأل سؤالين: إيش العملية؟ تكلفتها؟ شو لازم أسوي؟ هلأ بعد هيك بلش تكتب أسئلة. الحمد لله صديقي بهاء ما قصر بالمرة وشرح لي كل إشي بدي أعرفه وما بدي أعرفه. صراحة أنا مش ما كنتش انترستد كتير أعرف كل هاي التفاصيل، لأنها أشياء مرات تكون تكنيكال، أنا مش فاهم عليه شو بيحكي أساس. وبعدين اللي فهمته أنك أنت محتاج أنك أنت تعمل فحوصات المطلوبة، الشغلة الثانية تعرف شو نوع القرنية اللي عندك، الشغلة الثالثة تعرف شو الحالة اللي عندك أصلاً، سواء قصر أو طول أو انحراف أو جفاف أو كسل أو whatever عم بصير في عينك. والشغل الرابع انك تحدد شو نوع العملية المناسبة لكل هاي التفاصيل اللي انت عملت لك في الفحوصات، وبعدين تحدد موعد العملية. وفعلا تواصلت مع المركز، مرحبا يعطيكم العافية، بدي موعد، انا جاسر مصطفى، ورحت عليهم وحجزت واعطوني موعد للفحوصات. رحت على المركز عملوا الفحوصات، الفحوصات بيعملوا لك فحص نظر عادي طبيعي جدا، وبسجل قياساتك اللي هو هاي لوين وهاي لوين وهاي لوين، وبفحصك على الجهاز وبسجل قياسات النظر واجاباتك علشان يعرف شو الدرجات الموجوده عندك في العين. بعديها مباشره بنفس اليوم بعد ما تخلص هاي الفحوصات بيعملوا لك صور او مجموعه صور للعين ولبب العين ولقرنيه العين ولا مش عارف شو العين، عشان يعرف شو نوع العين اللي عندك وشو نوع القرنيه اللي عندك وشو حاله القرنيه اللي عندك. انا مثلا من الحاله اللي كانت عندي انه اطراف القرنيه شوي ضعيفه، لكن هذا ما كان بيأثر على العمليه. طبعا ممكن كمان يضطروا انهم يعطوك مجموعه قطرات، هذه القطرات في منها بيعمل على اراحه او تريح عضله العين، ومنها بيعمل على توسيع ببو العين، وهي تحديدا تبع توسيع ببو العين انت اذا احتجتها وقررت انك تعملها بنصحك انه يكون معك مرافق. هذه يا سيدي العزيز ليش محتاج مرافق بسبب هذه القطره تحديدا؟ هذه القطره بتعمل على توسيع ببو العين، الناس اللي بتصور بتعرف شو هذا الموضوع، لما يتوسع ببو العين ما حتوجع ولا حيصير فيك شيء. باي ذا واي القطرات تعمل حرق، يعني القطرات اللي بحطوها سبايسي بس تخلص بسرعه، يعني هذا التاثير السبايسي. Anyhow لما يتوسع ببو العين بصير يدخل على العين كمية إضاءة كثير 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 أكبر من اللازم بنفس وضع الإضاءة اللي انت فيه. فكيف لما تطلع برا على الشارع؟ طيب شو حيصير له يعني لما يدخل لي كمية إضاءة؟ أنا مش راح أشتغل أشوف منيح، مش راح أقدر أسوق بشكل طبيعي 100%، وراح يعمل لك كمية غباش، كمية غباش كبيرة. طبعا في ناس بغبشوا كثير، في ناس بغبشوا شوي، لكن موضوع الإضاءة هاد definitely راح يصير. انا صراحه اي اندر استيميتد موضوع انه توسيع ببو العين، مع انه صديقي حكى لي انه راح يصير هيك وممكن ما تقدر تسوق راح يصير غباش فخلي يكون معك حدا، لكن ما كنت عارف انه انا المكان اللي رايح عليه كثير بعيد الا لما وصلني اللوكيشن تبعه، واضطريت للاسف اني بعد ما خلصت اني اطلع واسوق بعكس اتجاه الشمس، يعني الشمس جايه من قدامي، كميه الاضاءه اللي كانت داخله في عيني هائله، وللاسف ما كان معي نظاره شمسيه لغاية ما وصلت لأقرب محل يمكن سوقت 10 دقائق أو ربع ساعة، أكثر ثلث ساعة يمكن، كنت عم بسوق بطريق كله سيارات وأزمة والشمس عكسي. فدير بالك، خذ معك مرافق الله يرضى عليك عشان ما تقردنا وما تعمل مشاكل. المهم هذه القطرات اللي راح أحط لك إياها لتريح العين ولتوسيع ببو العين راح تكون عبارة عن ثلاث قطرات متتالية بين كل وحدة والثانية ربع ساعة، فأنت فعليا راح تحتاج ساعة لربع على أقل تقدير لحتى تخلص هذا الموضوع. وبيرجعوا بيعملوا لك الفحص
تبع النظر لحتى يتأكدوا أنه من ثبات قياسات الدرجات وأنه عينك ما كانت مجهدة وأنك أنت ما اختلف قياسات الدرجات في الحالتين. وبرضو دخلونا على غرفة صراحة معتمة فحصوني على جهاز أنا مش متذكر شو اسمه، لكن I think من اللي بياخد صور للعين علشان يتأكدوا من وضع العين 100%. هيك أنت بتكون خلصت الفحوصات اللي أنت محتاج أنك أنت تعملهم، بيكونوا أخذوا صور للعين، عرفوا قياسات درجات العين، عرفوا شو الحالة اللي عندك، عرفوا شو نوع العملية فعليا اللي بيزبط لعينك، لأنه في مثلا قرنيات ما بتزبط عليها العملية اللي أنا عملتها، في أنواع عيون ما بزبط عليها اللي أنا عملتها، فبدك تكون عارف 100% شو نوع العملية اللي أنت محتاجها. هلا أنا لأني مرضي والدين طلعت بزبط عندي كل أنواع عمليات تصحيح النظر، فاختار الدلل يا سيدي. طبعا أنا بما أني زلمة يعني مريش أموري تمام ومرتاحة ماديا اخترت أرخص واحدة فيها. قلت له روح لما أرخص واحدة معلم، قالوا لي الليزر بتزبط معك أمورك 100%، يلا ليتس جو يلا نسوي لك العملية. استنى وين رايح شو نسوي لك العملية معلم، ما معي مرافق، وأصلا بعد يومين في عندي رحلة كانت عوادي رم، كانت تسمع جدا 100% مع نادي اسمه سباركل أسترونومي كلب سفحين. او مش الكامب ان شاء الله يا رب يصير عندك كامب النادي او الشركه، فكانوا سفاحين صراحه وكانت رحله كثير خرافيه. بنصح كل من يريد الحج ان لا يحج الا للسعوديه، قصدي بنصح انه اللي بده يروح على وادي رم يطلع معاهم، البروجرام تبعهم سفاح والكوست تبعهم بصراحه اجينست الفاليو تبع الرحله يعتبر ناثينج. سو تواصلوا معاهم، راح احط لكم تفاصيل النادي تبعهم سموير على السكرين، وراح احط لكم اياه برضه اللينكس تبعونهم في صندوق التعليقات. خلينا نكمل. وزي ما حكيت لكم لما تناقشنا مع الدكتور حددنا انه احنا بدنا نشتغل على عمليه الليزر، تكلفتها زي ما حكينا في الفيديو الماضي 70 دينار للفحوصات و500 دينار للعمليه، عملوا لي خصم ال 70 دينار وعملوا لي خصم 100 دينار عن العمليه، فكلفتني كل القصه 400 دينار اردني، والدولار الامريكي يساوي 0.7 من الدينار الاردني في الوقت اللي صورت فيه هيدا الفيديو اللي هو شهر جولاي من 2021. والمهم بعد هذا الحكي كله انك انت راح يحددوا لك موعد العمليه، في يوم العمليه ما تروح لحالك لانه انت راح تتكفكف، بعد العمليه ما حتكون بتشوف منيح وراح تكون تتاثر بكل انواع الاضاءه، ويلا يلا عارف تمشي، فبتاخذ معك مرافق عشان يوصلك ويمسك ايدك ويدير باله عليك. انا خياري كان اختي حبيبه قلبي الله يرضى عليها، صحيح انها دخلتني في الباب القزاز اللي واحنا طالعين اساسا من العمليه، وصحيح لما قلت لها انه الاضاءه كثير مزعجه حكت لي هذه الاضاءه تبعت الشمسي مزعجه للناس اللي بشوفوا، كيف للعميان اللي زيها. صحيح دارت بارها على مشاعري كثير. الصراحه كانت خرافيه، I love you. فخذ معك مرافق وحاول انه ما يكون اختك. يعني الحمد لله احنا وصلنا يعني بالسلامه، يعني بعد ما كنا راح نعمل 7000 حادث 7000 مشكله وانا عامل عمليه في عيوني، لانه هي ما بعدين بحكي لكم شو السلاله. المهم فخذ معك هذا المرافق اللطيف. المهم تروح على موعد عمليتك، بجهزوا لك اوراقك وملفك، تروح على الطابق اللي فيه العمليه. انا كنت على الطابق الثالث او الاول والله ماني متذكر، المهم مش مهم شو الحكي الفاضي. المهم تروح، بيجي دورك، بيدخلوك على المكان تبع العمليه لحالك، طبعا تكون اعطيت كل اغراضك للمرافق تبعك، بيلبسوك اللبس المهم للعمليه، هذا فيه كفر هذا تبع العمليات، ما تخيلش انك حتتبنج وحتموت، لا هو بس عشان النظافه والتعقيم. بيغطوا راسك بالغطاء هذا تبع الراس تبع العمليات، وبيغطوا لك الحذاء بنفس هذا الغطاء من نفس النوع. بعدين بيقطروا لك بالعيون، بيجهزوا عينك، امورك تمام، جاهز ستيبل نفسيا، تفضل معانا لجوا. كان صراحه تعاملهم جدا لطيف وحباب. دخلنا يا معلم على العملية، مددوني على السرير، بلشوا يتناقشوا شو قياسات عينه شو قياسات مش عارف شو، بدخلوا الأرقام اللي بدهم إياها على الجهاز، مين وايل عبين ما يجهزوا جهاز الليزر ويحطوا قراءات عيونك عشان يحددوا مدد الليزر اللازمة تعرض لها العين تبعك، بيقطروا عينك بنطفوها وبيعقموها ببنجوها اي ثينك، انا ما بعرف اذا حطوا بنج، ما قال لي انه هسه راح احط بنج في العين، بس اي ثينك انهم ببنجوها يعني، وبحطوا ملقط في العين زي تبع الاسنان لما تروح دكتور الاسنان عشان يضل تمك مفتوح، بس اصغر على حجم العين عشان تضل جفونك مفتوحه وما تسكر خلال العمليه. المهم انك انت ما بنيموك، ما بتبنج بنج كامل،
الدكتور بيحكي معك بصير يجهزك نفسيا انك انت حتبلش، يعني بيطمنك يعني عشان انت حتكون قرفان، مش عارف شو راح يصير، انت مش فاهم ولا شيء يعني. انا بعرف ليزر وحاضر مش امبوسيبل، مش عارف قديش رقبه، وفي حدا فلت الجهاز وبلش يدخل في مش عارف وين، فدير بالك يعني. لا ما تديرش بالك، بتكونوا دايرين بالهم كثير، دكتور ومعه مرافقين اي ثينك في العمليه او ثلاث، فالامور طبيعي. لهون بيحكي لك انت صارت عينك يا معلم جاهزه، وحنبلش بضربات الليزر على العين، حتكون خفيفه، وراح يحكي لك انه انت قديش المده اللي راح تعرض لها العين. هلا بيغطي، بيحطوا غطاء على وجهك، بيغطوا العين مثلا هاي بدون بلشوا في هاي، والملقط جاهز، مقطره جاهزه، يلا 1 2 3 وتبلش الليزر. هلا انا على العين اليمين ايضا كانت لمده 30 ثانيه من ضربات الليزر. بيحكي لك انك طبعا قبل ما بلش يضرب الليزر ضلك تطلع في الوسط، طلع على مصدر الليزر، انا كان لونه ازرق، ما بعرف اذا في اجهزه الوانها مختلفه، لكن كان لون الليزر اخضر، أنا حكيت أزرق ما بعرف، إنهم لونه أخضر، فضلت أطلع عليه، صلت الليزر وكان يحكي لي برافو، بعرف شو ده بحكيها للكل، بس أنا كنت جدا شكلي حدا جينيوس أت وورك. المهم ضل يقول برافو جاسر، والله شاطر ما شاء الله، ضلك تطلع بالنص، ثانك يو. خلصنا 30 ثانية ضربات ليزر، تنتهي العملية على العين، لكن أنا صراحة بآخر 7 ثواني بلشت أحس بحرارة الليزر. وانت عم تعمل العملية تكون حاسس باللاير اللي عم تمكشطها عن عينك، اللي عم تشال عن عينك، وبتصير تشوفها وهي طبعا بكشطوها شوي شوي، تعرف كان زي الغبرة يعني، بتصير تطلع على العين او رذاذ لغاية ما تغطي، انت لما تخلص تكون خلاص يعني مش شايف بالعين هاي تماما، لانه في لاير عبارة عن انكشطت وهي متجمعة بنفس المكان. وحاول لا تحرك، ولا تحرك عينك لما تحس بضربات الليزر، طبعا ما تحس انه انت هيك في خبط، لا لا لا، هي اشي بسيط راح تحس فيه، بس راح تشم برضو ريحة العين وهي عم تنكشط، وراح تحس باللاير زي ما حكيت لك اللي راح تطلع. وبعدين بيجي الدكتور بيقول لك خلصنا، ثانك يو ثانك يو، بينظفوا العين بسائل بارد، بيحكي لك انه هلا راح نحط سائل بارد عشان ينظف لك عينك، بينظفوها الامور تمام، بيركبوا لك اللينس تبعت الحماية، في لينس بس كبيرة صراحة ومزعجة، فبحطوها في العين، مش زي اللينس تبع النظر العادية اللي بتشتروها مثلا او اللينس التجميلية، لكن هي لاير شفافة او لينس شفافة تنحط على العين وبتكون للحماية، تنشال بعد 4 ايام بالمراجعة لما تروح عليهم انت ما هتشيلها، وبيشيلوا الملقط. هلا بينقلوا التغطية على العين الثانية، وبصير الدكتور يطلب منك انه ما تشد على العين الاولى، ما تغمض عيونك عليها، وبيبين معه طبعا انت لما تصير تشد على حالك، وبيفتحوا العين الثانية، بيجهزوها، بيقطروها، بحطوا الملقط، نفس العملية، بعيدوا نفس التكرار اللي حكينا عنه. لكن أنا العين الثانية طبعا العين عن عين بتفرق لنفس الشخص، ممكن ياخذوا نفس المدة من الليزر إذا نفس القياسات ونفس الوضع ونفس كل شيء، لكن أنا في حالتي هذه العين أخذت 30 ثانية من الليزر، وهاي العين أخذت 35 ثانية. في ال 35 ثانية حسيت بآخر 10 ثواني مش بآخر 7 ثواني زي هاي، وتو بي اونست بتحس بحرق يعني، لكن انت هي مش هالوجع الخارق، لكن هالسبع ثواني او العشر ثواني اللي انا عم بحكي لك عنهم ما بيكونوا راضين يخلصوا يا زلمه، مش راضين يخلصوا. والله ما في وجع كثير هائل وما في خوف، لكن مش راضين يخلصوا. المهم بخلص بنضف لك اياها برضو بنفس السائل البارد، بركب لك اللينس تبع الحمايه، امورك تكون جاهزه 100%، بتخلص العمليه معك كل العمليه from in to out 10 minutes، الليزر اتسلف 30 ثانيه هون و35 ثانيه هون، يعني العمليه الفعليه دقيقه واحده، وتكون امورك صارت 100%. بعدين انا حملني الدكتور هيك، مش حملني يعني، عدلني وقعدني على السرير، يعني انت لسه تكون مش مستوعب اول ما تخلص. الدكتور بيحكي لي ابو الجواسر كيف حاسس؟ بقول الحمد لله تمام. بيقول لي كم الساعه؟ فانا طلعت، باي ذا واي انا كل ساعاتي اللي بلبسهم واقفين، لانه انا يوجوالي بتطلع على ساعه الكمبيوتر او على التلفون، فانا بجيب الساعه بلبسها بس لانها ساعه، بتطلع بقول والله يا دكتور انا الساعه واقفه. بيقول لي لا لا نكشني هيك، قول عن جد حبيبي كم الساعه؟ فاجيت طول التلفون، ذكرت انه مع ميري اختي، فبحكي له والله تلفوناتي سوري دكتور بس مع اختي، فنكشني اذا بقول لي كم الساعه اللي على الحيط اللي قدامك؟ في ساعه على الحيط، قوم قوم اطلع برا، عن اقول لكم بديش اعمل عمليات ليزر. انجن الدكتور، والله اسمع خف عقله الدكتور. المهم انا كنت بمزح معه، قلت له كنت شايف الساعه لكن كانت مغبشه شوي، وكنت شايف انه في اقرب من الساعه على 10 واقرب على 12، مين الصغير فيهم مين الكبير ما بعرف. قلت له هي الساعه يا اما 12 ل 10 يا اما الساعه 10 عشان نكون واقفين. كيف الدكتور، يلا قوم. جد اطلع له بقول لي دايخ، قلت له بصراحه ما بعرف. جنن الدكتور، قلت له بنمشي شوي، اذا وقعت بكون دايخ، اذا ما وقعت ما بكون دايخ. المهم الزلمه اي ثينك انه اشترى توك توك او اشترى بسطة وعم بيع عليها في السوق المركزي عشان يكسروا له اياها. المهم لما تطلع من غرفة العمليات بيعطوك نظارة شكلها زي نظارة السباحة سودا،
وإلها رباط علشان انت اي ثينك حاط صورتي هون او صورتي وانا فيها هون اللي بتجنن خرافية ستايلش سفاحة وهم عشان تحميك من اشعة الشمس لما تطلع لانه زي ما حكولي انه they care انه انت ما تتعرض كتير للاشعة اول او ما تتعرض للاشعة اصلا لما تطلع من العملية والاهم الاشعة اذا انها اللي تحت البنفسجية او فوق البنفسجية صراحة ما بعرف بس بنفسجية بالموضوع وبوصلوك لعند المرافق تبعك المرافق تبعك بمسك من ايدك بيخليك تخبط بكل اشي في الكوكب منك انت مش زي انا بحكي لكم عن تجربة عملية صارت انا ما الي دخل وبيعطوك منوم حبة منوم بيحكوا لك تاخدها لما تيجي توصل البيت فبيعطوك منوم وبيعطوك بانادول نايت وبيعطوك مسكن كثير قوي علشان اول 3 ايام من العمليه حكيت لهم في الفيديو اللي قبل فروح احضروا الفيديو اللي قبل عشان تعرف هاي التفاصيل بتروح توصل البيت تدخل غرفه تسكر حالك الباب بتعتم كل شيء تنزل ابجرات تطفي اضواء وتقول ما حدش يضوي اي شيء بتصير تمشي على جدول القطرات زي ما حكينا عنه قبل هيك هلا عن كميه الوجع خلال العمليه مش كثيره لكن بتحس بالليزر عن كمية الوجع بعد العملية خلال عملية اتسلف حكينا عن الوجع تبعها بعد العملية حكينا في فيديو اللي قبل فروحوا احضروه تاكلوش راسي هيو حيطلع هون او حيطلع هون ما بعرف وين المهم الفيديو اللي قبل هاد في جزئين حكيته عن الاسئلة اللي الناس سألوني اياها لكن عشان للتذكير وجع 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 اول يومين في وجع وفي حرقة وفي دموع هلا كمية الوجع حسب العين وحسب الشخص الدموع كثيرة يعني تنهمر دموع كثيرة سبيشالي لما تبلش تصحى من النوم أو لما تحط القطرات فهذه هي كل تفاصيل موضوع الوجع اللي في العملية غير هيك ما في أي وجع ومن هون لتعمل العملية أو إذا عملتوا العملية فألف سلامة عليكم حطولي في الكومنتس تجاربكم أنتوا الشخصية عشان الناس كلها تعرف اللي عمل عملية غير الليزر يحكينا عنها لو سمحتوا ويحطونا عن تجاربه هل بينصح فيها أو لا وشو نتائج العملية اللي كانت وشو الإجراءات اللي مشى فيها عملونا لايك وشير وسبسكرايب وانيبل النوتيفيكيشن بالتفعيل خاصية الجرس عشان الناس ما تحكي لي انت بتضلك تحكي بالانجليزي عشان تبين انك انت بتعرف تحكي انجليزي ما بعرف احكي انجليزي اعملوا انيبل النوتيفيكيشن اعملوا تفعيل لخاصية الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد وسلام